السلام عليكم، معكم الكاتبة والإعلامية ندى الحربي. أكمل مسيرتي التعليمية في كلية إدارة الأعمال، أدعم الفئات الشابة الملهمة ومتطوعة في عدة مجالات. صدر لي كتابي الأول بعنوان من هنا بدأت طريقي. وقبل أن أبدأ أتوجه بالشكر للأستاذة ريحات سعد على استضافتها لي في برنامج بلاك كوفي. توجهت لي بعدة أسئلة سأجيب عليها واحدا تلو الآخر. السؤال الأول، منذ متى وأنت بعالم القراءة؟ بدأت بالخوض بعالم القراءة منذ الصغر وأصبح الكتاب صديق المقرب بل صديق الصدوق. السؤال الثاني، من وجهة نظرك كقارئة هل لابد أن يكون الكاتب قارئ؟ طبعا لا، بالعكس في أشخاص ما تقرأ أبدا لكن تملك إحساس جدا جميل بالكتابة وكلماتهم جدا سلسة وقريبة للقلب. السؤال الثالث، هل من الممكن أن تكتب لمجرد الكتابة أو لابد من توفر ملكة الكتابة؟ لا، مو شرط توفر الموهبة، أحيانا نكتب لمجرد التعبير ويطلع معنا كلمات مرة حلوة. وما الذي يدفع الكاتب للتميز؟ أشياء كثير، وأهمها مصطلحاته وأسلوبه الشيق في الكتابة، وهذا الشيء يكتسب مع القراءة. حدثينا عن مجموعتك القصصية من هنا بدأت طريقي. كتابي عبارة عن قصص مجسدة بنصوص أدبية تتكلم عن شخص يبحث عن الوسيلة اللي من خلالها يستطيع الوصول لهدفه أو غايته، ومن خلال البحث أو الطريق الطويل هذا يمر بعدة أشخاص يجسد قصصهم وتجاربهم بالإضافة لتجاربه، يبدأ من مرحلة طفولته حتى وصوله لبداية هذا الطريق لتجاربه يبدأ من مرحلة طفولته حتى وصوله لبداية هذا الطريق وما هي الرسالة التي تسعين إلى إيصالها؟ الرسالة اللي حابة أوصلها للعالم أجمع السلام. أريد أن يفهم العالم أجمع ما هو السلام وكيف نتعايش معه. أريد السلام لهذا العالم وهذا الوضع. ألم تشعري بالخوف من هذه الخطوة؟ صراحة ما أخفي عليكم، كنت خايفة بالبداية لكن حماسي رؤية إصداري تغلب على مخاوفي، والحمد لله قدرت أتخطى كل العقبات اللي واجهتها. كيف كانت ردود فعل من هم حولك؟ اختلفت مشاعرهم بين صدمة وفرح، لكن في النهاية كانوا فخورين جدا بإنجازي. من هو داعمك الأول؟ أوصفيه لنا بكلمة. داعمي الأول صديقتي المقربة أروى، وهي ملهمتي الأولى. هل أصبحنا نستطيع القراءة على قارعة الطريق دون خجل؟ أكيد دون شك، وأتمنى أنه تتوفر مكتبات صغيرة في الشوارع نستعير منها الكتب. بالسنوات الأخيرة أصبحت القراءة صديقة الكثير، ما هو رأيك بحسابات تقييم الكتب؟ ممتازة جدا ورائعة، تخليني أختار الكتاب بدون تعب، أقدر أختار منها الكتب اللي تناسب ميولي واهتماماتي. هل صحيح أن الكاتب ابن بيئته؟ إلى أي مدى أثرت بيئتك فيك؟ لا، لأن كل شخص له ميوله واهتماماته الخاصة فيه. الكاتب ينقل قصص من هم حوله. ما هو رأيك، هل مجموعتك القصصية هي قصص حقيقية؟ في الأغلب نعم، لكن أنا جمعت بين الحقيقة والخيال. الكثير من الكتاب الشباب يكتبون ما يحدث معهم من تجارب شخصية، ما هو رأيك؟ ليس كل ما يحدث يكتب، وليس كل ما يكتب يظهر للعلن. أحيانا نكتب كذا بس للتفريغ عن أنفسنا. أين ترين ذاتك بعد 10 أعوام؟ إن شاء الله بإذن الله شخصية مؤثرة إيجابياً على المجتمع. الرياضة،
صفي علاقتك بها. تعتبر غذاء للروح، هي تساعدني على إخراج الطاقة السلبية. وما هي الرياضة التي تمارسينها؟ طبعا اليوغا. كيف يجعل الشخص من القراءة عادة محببة إلى قلبه؟ أول حاجة يشتري كتاب قريب لاهتماماته ويختار جو هادي للقراءة عشان يقرأ بذهن صافي. هل الشهرة مهمة لوصول الكاتب الكتاب إلى القارئ؟ بالطبع مهمة. صفي ذاتك بكلمة ملهمة. نصيحة لمن يريد دخول عالم القراءة، يبدأ بالقراءة لكاتب كلماته سلسة يعني تنفهم بسرعة مو صعبة. هل أنت من حزب القهوة أو الشاي؟ القهوة أكيد. كلمة للقهوة: أنا أدين لك كدين الروح للحبيب. من تدعو لشرب قهوة؟ من تدعو لشرب قهوة معنا ببلاك كوفي؟ أكيد قرائي. كاتب توجه له دعوة ليكون ضيف بلاك كوفي: الكاتبة نغم محمد صاحبة كتاب قصة قصيدة. كلمة أخيرة، أتمنى أنه أنا ما طولت عليكم، وأتمنى أنه أنت تقتنوا كتابي وتستمتعوا بقراءته جدا، وأتمنى لكم يوم لطيف زيكم.